بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم مجددا عبر صفحة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. أولى جلسات البث المباشر إن شاء الله تعالى عبر الصفحة. نتمنى إن شاء الله تكون بداية عام سعيدة على الجميع. قبل ما نبدأ بجلستنا بدنا بس هيك تساعدونا عبر التعليقات، فقط تحكي لنا تم أو بأي إشارة أن الصوت واضح والصورة واصلة بعد إذنكم لو سمحتوا. معلش كمان ما ننتظر كم دقيقة بس لحد يتجمع أكبر عدد ممكن من المشاهدين حتى ننطلق إن شاء الله تعالى في جلستنا ويكون الكل معنا من البداية. يعني إلى الآن نعم كل شيء واضح. طيب مرة أخرى أهلا وسهلا فيكم جميعا، سعيدة جدا لتواجدي معكم مرة أخرى. وأعرف عن نفسي، أنا أريج نوفل، مدرس معلمين في أكاديمية الملكة رانيا. سعيدة مرة أخرى بإني أكون معكم، وسعيدة بأنه يكون جلسة البث المباشر جاءت قبل بداية العام الدراسي. وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى يمس كل معلم وكل ولي أمر، فإن شاء الله أن تعم الفائدة على الجميع. بتخيل يعني إن شاء الله صار العدد مناسب. خلينا نبدأ بجلستنا. بداية عنوان الجلسة مرتبط بمشاركة الأهل الفاعلة في عملية التعلم، هي عبارة عن جسر لنجاح الطلبة. هذه الجلسة قد يبدو العنوان إلى حد ما مألوف، ونحن دائما نناقش قضية علاقة أولياء الأمور مع المدرسة، ودائما نرى بأنه هنالك بعض التحديات المرتبطة فيها وبعض الإشكاليات، لكن إن شاء الله تعالى سنحاول خلال جلسة اليوم أن نتناولها بطريقة مبسطة وقريبة، ونحاول قدر المستطاع أن نزرع توجه إيجابي لدى أولياء الأمور حول أهمية بناء علاقات إيجابية مع المدرسة حتى نضمن في النهاية أن يصل ابننا للنجاح. كما نعلم جميعا يمكن ولي الأمر أو الأهل أو الأم أو الأب أغلى حد عنده في الحياة هو ابنه، فإذا أنا كنت مدرك أنه علاقة إيجابية مع المدرسة يعني نمو أفضل لابني ونجاح في حياته، بتخيل بخليني أدرك أو أسعى بالأحرى إن أني أسس له علاقة طيبة مع المدرسة، علاقة قائمة على التفاعل بحيث أوصل لنجاح ابني. خلينا نشارك هذا العرض التقديمي معاكم ونتشارك نتاجات جلستنا. فبتمنى تكون إن شاء الله الصورة واضحة. رح أشارك معكم الشاشة. كمان أعطوني إشارة إذا سمحتوا إذا كان العرض التقديمي واضح أمامكم على الشاشة أم لا. نعم بتمنى إذا كان العرض واضح تخبروني. تمام، إذا مرة أخرى، إدماج الأهل في تعلم أبنائهم هو جسر العبور نحو النجاح. الآن هذه الجلسة ستحاول تحقيق مجموعة من النتاجات. بداية سنتحدث عن معنى الاندماج. أحيانا قد يتبادر إلى أذهاننا بأن الاندماج يقصد فيه أنه أنا بروح بزور المدرسة، بحضر اجتماعات أولياء الأمور، لكن سننظر لهذا المفهوم بعمق أكثر. أيضا سنتعرف أو يعني سنوضح خلال هذه الجلسة دور المعلم والوالدين في عملية تعلم الطلبة، وسنتعرف إلى أساليب مشاركة الأهل في تعلم أبنائهم. دائما نتحدث يعني أو عندما ننصح أولياء الأمور أول سؤال بتبادر لدينا وكيف، يعني أنا كولي أمر ماذا أفعل، ما هو الإجراء الذي يجب أن أقوم فيه. سنحاول إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة أن نطرح بعض الأفكار التطبيقية، وفي النهاية وهو الهدف الأهم صدقا لهذه الجلسة، أن نقدر أهمية أن نؤسس لعلاقة إيجابية، ونتحدث عن جودة علاقة، لا نتحدث فقط عن علاقة مع المدرسة، جودة علاقة حتى نوصل لمرحلة ندرك بعمقنا أهمية أن أكون متواصلة مع مدرسة أبنائي. وأنا يمكن كررت يعني العبارة نفسها من بداية الجلسة أكثر من مرة لأهميتها، يجب أن ندرك في أعماقنا بأن تواصلي مع المدرسة هو واحدة من الطرق التي أضمن بها مستقبل أفضل لأبنائي. محاور جلستنا علاقتنا مع أبنائنا. سنبدأ بمجموعة من النصائح أو الحقائق بالأحرى يمكن مرتبطة فينا كأولياء أمور. أنا في هذه الجلسة لن أتحدث عن كيف نربي أبنائنا، لكن على الرغم من ذلك سأتحدث عن مجموعة من المعلومات ومجموعة من الحقائق والأفكار التي قد تغيب أحياناً عن ذهن أولياء الأمور حتى نضمن جودة علاقة في المنزل ثم تنعكس بعد ذلك على جودة العلاقة مع المدرسة. سنتحدث عن مفهومين في مجال بناء العلاقات مع المدرسة. هل نتحدث عن مشاركة أم اندماج ولماذا؟ يعني هل أنا أبحث عن الشيئين أم أبحث عن شيء واحد؟ سنتحدث عن التعلم عن بعد، واحدة من القضايا التي أثرت بشكل كبير على هذه الأدوار.
إلى أي مدى أثرت على هذه الأدوار وما هو هذا التأثير، أم أنه بقيت خلينا نحكي دور المعلم ودور ولي الأمر كما هو حتى بعد التجربة التي مررنا بها. بعد ذلك سنتحدث عن مجموعة من النصائح، ونتمنى أن تكون صراحة نصائح تطبيقية وليست نظرية، وبالإضافة إلى أنه إحنا نؤكد على أنه ما نطرحه من فكرة هو عبارة عن خلينا نحكي نصيحة قابلة للتفكير، وقد يكون أنا كولي أمر عندي استراتيجية معينة، وبالمناسبة خلال الجلسة سنستمع بالتعليقات لبعض الاستراتيجيات التي تتبعها أنت كولي أمر حتى نتشارك خبراتنا خلال هذه الجلسة. خلينا نبدأ بحقيقة مهمة، هذه الحقيقة بالمناسبة أخذت من دراسة أجريت عام 2008، هذه الدراسة كانت تهدف إلى تحليل نتائج تقريبا 800 دراسة مسبقاً، هذه الدراسات كلها كانت بتبحث عن الأسباب التي خلينا نحكي أو آسف الآثار المترتبة على اندماج الأهل مع المدرسة أو مشاركة الأهل مع المدرسة أو قربهم من المدرسة أو بناء علاقة إيجابية مع المدرسة. هذه الحقيقة تقول بأنه مشاركة الوالدين في حياة الطلب المهني، ويقصد هنا المهنية أي حياتهم المدرسية، مشاركتهم في المدرسة يعادل إضافة سنتين أو 3 سنوات إلى تعليم ذلك الطالب. تخيل لما أنت بتكون كولي أمر أو أنت كأم أو أنت كأب تشارك فقط الحد الأدنى من المشاركة في مدرستك أو في الأنشطة التي تعدها أنشطة المدرسة الخاصة بأبنائك، أنت بكل بساطة وكأنه بتضيف لابنك عمر جديد، تعطيه عدد سنوات أكثر، وهو ليس بالمفهوم طبعاً الملموس وبالمفهوم المعنوي، أنت تتيح أو تضاعف فرصة أطفالك أو أبنائك في المدرسة ليوصلوا لنجاح أفضل. انطلاقاً من هذه الحقيقة التي تؤكد على أهمية مشاركة الوالدين في الحياة المدرسية، سنبدأ بالسؤال الأول، وأنا يعني بالمناسبة الجلسة قائمة على أفكاركم، يعني أنا لن أقدم شيء إلا من خلالكم، فبتمنى الإجابات تكون عبر التعليقات على الفيسبوك، رح أتابع إن شاء الله أنا معاكم. ما الفرق بين مشاركة الأهل في التعلم واندماجهم في التعلم؟ إحنا من البداية بنحكي مشاركة واندماج، وأيهما الذي نسعى إليه في مدارسنا؟ بتمنى من أولياء الأمور الموجودين معنا وحتى المعلمين يعطونا إجابات قصيرة عبر التعليقات، وأنا إن شاء الله تعالى يعني سأتابع وأحاول أن أشارك إجاباتكم. بتمنى يكون في تفاعل، لأنه صراحة الخطوة التالية من الجلسة مرتبطة فيكم أنتم. ننتظر الإجابات، ننتظر المشاركات. ما بعرف إذا الناس سامعيني، في شيء صوت لازال واضح عندكم؟ إذا أيهما نسعى إليه؟ هل نسعى إلى المشاركة أم إلى الاندماج؟ نسأل عن الاندماج engagement باللغة الإنجليزية، أو انخراط في بعض يعني في بعض المراجع تتحدث عن انخراط في عملية التعلم. الآن من بعض الإجابات اللي إجتني بتتحدث إنه إحنا نسعى إلى مشاركة واندماج، نحن نسعى لمشاركة واندماج. أيضا إحنا بانتظار بالمناسبة إجابات المشاركين معنا. إذن هل نسعى لمشاركة أم إلى اندماج؟ يعني لنصير خطوة، بدي أبني على الإجابات، يعني بعض الإجابات اللي وصلت. نحن نسعى بالمناسبة لمشاركة واندماج، وخلينا نحكي وكأنهم مرحلتين. أنا في البداية كولي أمر بكون مشاركتي في عملية التعلم بخطوات بسيطة، بخطوات خلينا نحكي أو مشاركات قد تكون متقطعة مش على فترات زمنية طويلة، لكن الاندماج بصير مرحلة متقدمة، بصير مرحلة خلينا نحكي فيها مستوى من الانخراط في أنشطة التعلم، فيها مستوى من القرب الشديد من بيئة التعلم، وهنا لا نتحدث عن القرب من حيث القرب المكاني بمعنى الزيارات المتكررة إلى المدرسة، لا، نحن نتحدث لمعرفة حقيقية لدور المدرسة ودور ولي الأمر، بالإضافة لأنه نتحدث عن مجموعة من الأنشطة الفعلية التي يشارك فيها ولي الأمر في المدرسة، إما بيكون باقتراح فكرة لنشاط، وقد يكون بتنفيذ نشاط معين المدرسة هي بدأت فيه أو اقترحته، وقد يكون بتدريب ابنه بالمناسبة على أنه
هو ينفذ هذا النشاط، لأنه أحيانا بعض التحديات اللي بيناقشها أولياء الأمور إنه إلى أي مدى أنا الوقت كافي، إلى أي مدى أنا ممكن أكون قادر على زيارة المدرسة بشكل متكرر. لا، يمكن واحدة من خلينا نحكي الرسائل الرئيسة اللي بنحاول نتركها خلال هذه الجلسة إنه مشاركة أولياء الأمور لا تعني قضاء مدة زمنية أطول في المدرسة، ولا تعني زيارات متكررة للمدرسة، بقدر ما أنه تعني أن أبني أنا كولي أمر روتين واضح لتعاملي مع المدرسة. ماذا نقصد بروتين واضح؟ بمعنى أنه أنا كولي أمر لما بخطط نهاري أو بخطط السنة الدراسية لابني بكون واضح في ذهني طبيعة مشاركتي في المدرسة، عدد مرات حضوري، وبالإضافة بكون مطلع تماماً على برنامج التعلم اللي بدها تصير في المدرسة. يعني بما معناه من بداية العام الدراسي أو من بداية الفصل الدراسي بكون على الأقل الأجندة الخاصة بالمدرسة أو الأنشطة اللي خاصة بالمدرسة أنا جزء منها. لذلك عندما نتحدث عن مشاركة أم اندماج، نحن نقول نحن نسعى إلى الاندماج، لأنه الاندماج في معناه حتى لغة هو يعني الانغماس، الانخراط، أن تكون جزء من هذا الشيء. لذلك عندما نعرف الاندماج نحن نتحدث عن أن تكون منغمسا في هذا التعلم، مطلع على جميع تفاصيله، أن تكون جزءا منه، وأن يكون لديك واجبات مدرسية. يعني تخيل أنه ابنك عنده واجب مدرسي، أنت كولي أمر عشان تكون مندمج في التعلم بده يكون عندك واجب مدرسي، طبعا هو نحو أبنائك أو نحو طلابك أو نحو الطالب. هذا الواجب المدرسي أنت تقوم فيه وأنت تقدم خلينا نحكي مجموعة من الأنشطة التي تشعر الطالب باهتمامك في مسيرته التعليمية. نحن نعلم جميعا أنه الطفل أو الطالب بيقضي مدة زمنية تعادل المدة الزمنية التي يقضيها مع طلابه أو التي يقضيها خلينا نحكي في منزله مع والدين. فإذا أنا كولي أمر ما أدركت هذا التوازن اللي بده يصير ما بين بيئة المدرسة وبيئة المنزل، لن أكون وصلت لمرحلة الاندماج. يعني بما معناه إذا 8 ساعات اللي ابني بيقضيها في المدرسة أنا لم أكن مطلعة على تفاصيلها ولم أعطي الاهتمام الكافي لها، ابني بكل بساطة لن يشعر بهذه الأهمية لبيئة التعلم. وإحنا أحياناً كأولياء أمور يمكن واحدة من الملاحظات الدائمة المشكلة منها بتحكي إنه ابني فاقد الاهتمام بالمدرسة، ما بحب يروح على المدرسة، ابني ما بحب يشارك في المدرسة أو في أنشطة المدرسة. يمكن أحياناً بطريقة غير مباشرة نحن كأولياء أمور قد نرسل رسائل أو نترك رسائل عند أبنائنا من خلال تصرفاتنا حول أهمية المدرسة. الآن إذا أنا كولي أمر اقتصرت مشاركتي في المدرسة على زيارتها مثلا في بداية العام لاستلام الشهادة أو استلام الزي المدرسي أو استلام الكتب أو دفع رسوم، وانقطعت بعد ذلك عن الزيارات، هذا قد يعطي رسالة للطالب أنه يعني المدرسة مش بهذه الأهمية، وخصوصا أنه أبنائنا على اختلاف قدراتهم وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية هم بيستقوا نظرتهم للحياة منا إحنا كأولياء أمور. فتصرفاتي تعطي رسالة غير مباشرة لأبنائي. فإذا إحنا نتحدث عن اندماج أكثر من أنه نتحدث عن مشاركة، والاندماج يبدأ بإعطاء الأهمية للمدرسة، وإعطاء الأهمية يعني تخصيص وقت، الحديث المناسب عن المدرسة مع الطفل في المنزل، أن يكون حديثنا عن المدرسة إيجابي، لأنه برجع وبأكد أنه أبنائنا يشكلوا اتجاهاتهم عن الحياة من خلالنا إحنا، على فكرة على اختلاف مراحلهم العمرية سواء في الطفولة أو في المراهقة أو حتى في سن الرشد. هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. الآن إذا بتلاحظوا الصورة اللي موجودة أمامكم عندما نتحدث عن اندماج، وأنا أسفك شوي توسعت في هذا المفهوم، نحن نتحدث عن 3 جوانب: الاندماج المعرفي والسلوكي والانفعالي. إذا بتلاحظوا الانفعالي بالصورة إحنا أعطينا الحجم الأكبر أو المساحة الأكبر. عادة أنا كولي أمر بتابع واجبات أبنائي، بتابع سلوكهم، بتابع خلينا نحكي دراستهم، بكون مهتمة جدا خلال فترة الامتحانات، بتأكد أنه عنده وقت للدراسة وما إلى ذلك. لكن الجانب الانفعالي كاندماج، هو بالمناسبة كمفهوم علمي الاندماج يتكون من هذه الأبعاد 3. الاندماج الانفعالي المقصود فيه أنه أنا أشارك مشاعري عن المدرسة مع أبنائي. يعني بما معناه أنا أتحدث بلغة إيجابية عن المدرسة مع طفلي، أنا أحاول قدر المستطاع أن أزرع توجهات إيجابية. الشيء الثالث، نحن نعي أنه بيئة المدرسة يعني قد لا تكون بيئة مثالية. يعني بما معناه قد يحضر الطفل مجموعة من الإشكاليات من المدرسة، أو مثلا يكون تعرض لتنمر أو تعرض لمشكلة معينة. الآن الطريقة اللي أنا بناقش فيها أو خلينا نحكي الطريقة اللي أنا بسمع فيها مشاعر طفلي عن المدرسة تلعب دور كبير في اندماجي في عملية التعلم وفي تواصلي مع المدرسة الخاصة بأبنائي. إذا أنا بكون انفعاليا بشارك ما يحدث فيها، أنا بكون حققت من أعلى درجات الاندماج والانخراط في التعلم مع بيئة طلابي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بدي أعطي بس هيك شوية وقت أرجع أطلع على التعليقات إذا في شيء جديد أجانا أو أي إجابة
من المشاركين، عشان إذا ما في ننتقل للجزئية التالية. وبتمنى أي حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار في هذه الجزئية بإمكانه إنه هو يشاركنا فيها. إذا من بعض الإجابات كما قلنا نسعى إلى المشاركة والاندماج معا. في بعض التعليقات تقول التعليم بدون أولياء الأمور وتعاونهم غير ناجح، العملية التعليمية متكاملة. نعم، يعني هذا وصف دقيق جدا، العملية التعليمية هي عملية متكاملة، كل الأطراف تشكل جزء فيها. وواحد يمكن من أنجح نظريات في علم النفس تقول بأن الطفل يعيش في مجموعة من الدوائر الاجتماعية، ويقصد بالدوائر الاجتماعية مجموعة من المحيطات، يعني محيط الأسرة، محيط الأصدقاء، ومحيط المدرسة. وهذه النظرية تعبر عن هذه العلاقات من خلال بالمناسبة مجموعة من الدوائر، فتضع الطفل في الوسط ثم تضع هذه الدوائر. أقرب الدوائر للطفل بعد الأسرة هي المدرسة، المدرسة بالمعلم وببيئة المدرسة نفسها، وبعد ذلك تأتي رفاق. فتخيلوا كمية الأهمية اللي تعطى أصلاً خلينا نحكي للمدرسة في حياة الطالب. أنا أبدأ في المنزل بتربية أبنائي، أبدأ بتطوير الجانب الانفعالي والاجتماعي عندهم، ثم بعد ذلك تأتي المدرسة لتكمل المسيرة. فإذا كنت مدرك أنا لهذه الحقيقة، أنا بالتأكيد بالتأكيد سأسعى لبناء علاقة أضمن أنه طفلي أو ابني يظل في المدرسة ينمو نمو نفسي واجتماعي سوي. أيضاً هل هناك إجابات أخرى؟ في سؤال لمس ربا. مس ربا بتحكي كيف يمكن أن أدمج أو أندمج مع أبنائي وأنا أعمل؟ هي الأم العاملة يمكن واحدة من هذه التحديات. ست ربا بتمنى تظلي معنا لنهاية الجلسة، بالتأكيد راح إن شاء الله نطرح بعض الطرق التي قد تساعدك. هذا بما يتعلق بالاندماج. خلينا ننتقل لسؤال آخر، وبتمنى أيضا تفاعل من قبلكم على هذا السؤال. كيف غير التعلم عن بعد نظرتك لدور المعلم ودورك بوصف ولي أمر؟ إحنا مرينا بخبرة ظل أولادنا في المنازل أشهر طويلة، تمام؟ برأيك هل اختلف دور ولي الأمر واختلف دور المعلم؟ هل تبادل الأدوار فيما بينهم؟ أم لا زالت الأدوار كما هي ولكن هنالك بعض التعديلات؟ بحب أسمع منكم إجابات على هذا السؤال. إذا مرة أخرى، كيف غير التعلم عن بعد نظرتك لدور المعلم ودورك بوصف ولي أمر؟ في بعض التعليقات تحكي ريت تعطونا أمثلة كيف نشجع أطفالنا يحبوا المدرسة إن شاء الله تعالى. سنحاول يعني إن شاء الله أن تكون الأمثلة مجدية في نهاية الجلسة. إذا مرة أخرى، كيف غير التعليم عن بعد نظرتك لدور المعلم ودورك بوصف ولي أمر؟ أنا بانتظار الإجابات حتى أبدأ بإجابة هذا السؤال. واحدة من الإجابات مس فرح تقول أكيد لمرحلة ما تغيرت، خصوصا ما دون عمر ال 11 سنة. هي ترى أنه الأطفال في عمر أصغر طبيعة دورنا معهم في المدرسة تغيرت، أو طبيعة دوري أنا كولية أمر تغير بناء على المرحلة العمرية لابني. ونعم، إذا أدركت أنا كولي أمر أنه بناء علاقة مع المدرسة بابني أو مدرسة ابني في الصفوف الثلاث الأولى مختلف عن شكل العلاقة في سن المراهقة أو في عمر أكبر، هذه تعتبر نقطة جيدة لبناء علاقة مع المدرسة. لأنه أحياناً الطفل بحاجة لقرب أكثر، هو يشكل خلينا نحكي كل علاقاته من خلالنا إحنا، ويسعى دائما للرضا الأكبر. يمكن في عمر المراهقة بيصير الابن أو الطفل بيحكي لك إنه، أو ابني بيصير يحكي لي أنا ما تيجي على المدرسة، بس تحكي تيجي، يعني شو أنا كبير وتيجي تسألي عني في المدرسة. يمكن إحنا بنسمع هاي التعليقات من أبنائنا. لذلك واحد من النصائح إن شاء الله تعالى رح نتحدث عنها في نهاية الجلسة، أن يكون ابنك هو صوتك في المدرسة، يعني يكون تواصلك مع المدرسة إلى حد ما من خلاله، بحيث أنه أنت يشعر بقيمته، يشعر بأهميته، يشعر باستقلاليته. وإذا كان موضوع التواصل يسبب نوع من الحرج، أنا أطلع بصيغة من هذا التواصل مع المدرسة تكون تحقق هدفي من التواصل. أنا مطلع على وضع ابني، مطلع على كل ما يخص مدرسته، ولكن بالمقابل لا أسبب إحراجه، بعطيه هذا الإحساس أنه أنت صرت كبير ومسؤول عن نفسك وقادر على أنه أنت توصلي كل ما يحدث في مدرستك، وقادر على أنه أنت تأسس أصلاً تكون أنت حلقة الوصل ما بيني وبين المدرسة. خلينا نسمع كمان. في مس شذا الصمادي تقول مشاركة الأهل اقتصرت على متابعة الواجبات، ولكن الأصل أن نسعى للاندماج بعد هذه الجلسة. نعم، يعني قد يكون
الأستاذ نبيل يقول أخذ ولي الأمر دور المعلم، هو يرى أنه إحنا يعني أنا كولي أمر أو كأم أو كأب أصبحت أنا المعلم. أيضا الأستاذ نبيل يقول أصبح دوري كولي أمر في خلال عملية التعلم عن بعد أكبر وأكثر. أيضا مس أمل تقول زادت المسؤولية الملقاة على المعلم لحاجة العملية التعليمية للتواصل بشكل كبير، وشكرا مس أمل على هذه المداخلة، هي مداخلة جدا مهمة. يمكن إذا أنا بدي أضمن نجاح التعلم عن بعد أو واحدة من النصائح كنا دائما نعطيها للمعلمين، جزء كبير من اللي فقدناه خلال التعلم عن بعد هو التواصل، والتواصل بالمناسبة هو أساس الوصول إلى اندماج بين الوالدين والمدرسة. فجزء من خلينا نحكي من الأدوار الجديدة اللي صارت على المعلم هو التأسيس لقنوات تواصل واضحة مع أولياء الأمور، يعني بما معنى أو مع الطلاب وأولياء الأمور. صار ابني أو الطالب ما بيجي عندي على المدرسة 8 ساعات، أنا ما بشوفه، ضليت أشهر ما تواصلت معه. صار من الأدوار الجديدة اللي تشكلت عندي أنه أنا أبحث عن طريق للتواصل، إما عبر جلسات بث، إما عبر جلسات زوم، قد يكون تصوير فيديو أو تسجيل فيديو وإرساله، الرسائل الصوتية وما إلى ذلك. فهذه نعم واحدة من التغييرات التي حدثت. أستاذ محمود يقول الجانب النفسي اختلف وأصبح الوقت الأكثر في البيت، بالتالي يجب الانتباه الجانب النفسي لطلابنا. نعم يمكن من الأدوار الجديدة التي برزت لكل من المعلم وولي الأمر الوعي العالي جدا في الجانب النفسي لأبنائنا. يعني إحنا كأولياء أمور أو كأهالي لما وضعنا خلال فترة الحجر وفترة كورونا، لما وصلنا لمرحلة إحنا انضغطنا نفسيا وصار عندنا نوع من القلق والتوتر بسبب الأحداث اللي بتصير حوالينا، أنا كولي أمر أدركت إنه في جانب نفسي عند أبنائي. لما حسيت بالضغط صرت أحس طب أولادي كمان انضغطوا، دايما مثلا عندي مشاكل بينهم، دايما مغلبيني، لأنه وصلنا لمرحلة كلنا في مكان واحد ومغلق. فالوعي اللي زاد بالجانب النفسي سواء عند المعلم أو الطالب أصبح شيء يعني مهم جدا، وكان خلينا نحكي جاءت كورونا وسرعت اهتمامنا بالجانب النفسي، وهذا شيء إيجابي صراحة كان للجائحة. ويمكن كمان أبرز أكثر دور المرشدين التربويين في المدارس، ولهم طبعا كل التقدير والاحترام. ويمكن من الأفكار اللي بنناقشها إحنا كمان خلال الجلسة كيف يكون المرشد التربوي أصلا هو المدخل لأنه أنا أتواصل مع المدرسة. يمكن إحنا ارتبط بأذهاننا أنه المرشد التربوي للمشاكل مثلا السلوكية اللي عند الطلاب، أنه أنا لما ابني بيعمل مشكلة المرشد بيستدعيني وباجي. لا، يمكن لازم ننظر للأمور من زاوية مختلفة تماما. المرشد هو صاحب الاختصاص في الجانب النفسي والجانب الانفعالي، لذلك أنا بحاجة أني أنا أتواصل معه، أعرف أكثر إيش الطريقة الصحيحة أني أنا أدعم طلابي نفسيا أو أبنائي في البيت. أنا بحاجة أكثر أني أسمع لنصائحه. أنا كمرشد يمكن بحاجة أبدأ أنظم أنشطة لأولياء الأمور للمعلمين في المدرسة حتى أضمن اندماج أكثر وأضمن دعم نفسي أفضل لطلابي. أيضا إذا في إجابات أخرى نستمع إليها فيما يتعلق بالاختلاف في دور الأولياء الأمور. خلينا نستمع، معلش أنا بجرب. في يعني واحدة من التعليقات حرص الأهل على تطوير ذاتهم ومشاركة التكنولوجيا وحماية الطلاب من التعلق بالتكنولوجيا، هذا واحد من الأدوار الجديدة التي أصبحت على عاتق المعلم. يمكن صارت التكنولوجيا سلاح ذو حدين إلنا، سهلت عملية التعلم، ساعدت إنه إحنا نكون جزء من تعلم أبنائنا، وفرت مصادر تعلم أكثر. الآن أنا كولي أمر من الأدوار الجديدة اللي صارت عندي أخلق هذا التوازن ما بين حاجتي للتكنولوجيا وما بين حاجتي إنه أنا ابني ما يوصل لمرحلة من التعلق المفرط والإدمان لأدوات التكنولوجيا. هذا بالمناسبة صار دور للمعلم وللطالب، هي واحدة من التحديات والتغييرات الجديدة اللي ظهرت خلال الجائحة أو خلال التعلم. خلينا ألخص هيك إجاباتكم بشكل سريع على هذا السؤال. هل تغيرت الأدوار؟ نعم بالتأكيد تغيرت. هل خلينا نحكي انقلبت الأدوار؟ يعني أنا لن أجادل أقول نعم بالمطلق، هي لم تنقلب إلى حد ما، لكن خليني أحكي، بدي أستخدم هيك جملة عامية. يمكن أنا من محيطي يعني أغلب الفئة اللي بتعامل معهم هم معلمين وأولياء أمور. واحدة من العبارات التي ترددت كثيراً خلال الجائحة إنه يعني المعلمين كيف كاينين يتابعوا الطلاب؟
الله يعين المعلمة كيف كانت تتابع الطلاب. يمكن أنت كولي أمر أو أنت كولية أمر أو أنت كمعلم لما صرت مع أبنائك في البيت وصرت أنت مسؤول عن عملية تعلمهم، هذا الشيء بطريقة لا واعية خلق عنا شيء نسميه التعاطف، وهو شيء جدا مهم في الجانب النفسي. صار في عنا كأولياء أمور إحساس بالتعاطف مع المعلم، بما معناه صرت أنا شاعر فعليا بكمية الجهد المبذول من قبل المعلم مع الطلاب، وصرت أنا خلينا نحكي مدركة لطبيعة الدور اللي بيقوم فيه المعلم. فيمكن أنا من وجهة نظري المتواضعة إنه أكثر تغيير أحدث التعلم عن بعد هو فعليا خلق نظرة جديدة من قبل أولياء الأمور للمعلمين، وخلق إحساس التعاطف فيما بينهم. صارت الأم عم تقضي وقت طويل مع ابنها، أصبحت تعي تماما الخطوات التي يعيشها المعلم مع الطلبة، وماذا يعني إنه أوجد روتين لابني، وماذا يعني إن ابني يلتزم بساعات معينة للدراسة، وماذا يعني أن يؤدي الواجب، وأحيانا بعض المفاهيم الصعبة، ماذا يعني إني أوضحها وأستخدم مجموعة من الوسائل حتى أبسطها. هذا التعاطف، هذه الحالة من التعاطف أنا أشعر إنه التعلم عن بعد جاء وساهم في خلقها. الأمر الذي أدى بطريقة غير مباشرة لوصولنا كأولياء أمور لاندماج في عملية التعلم، أصبحت أنا جزء، يعني شئت أم أبيت أنا كولي أمر أصبحت جزء. يمكن هذه من أعظم خلينا نحكي الفوائد اللي تركتها الجائحة، خلقت عندي اتجاه إيجابي نحو المعلم، خلتني متعاطف معه، وخلتني أنا كولي أمر عندي مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات اللي أنا أعلم فيها ابني. زمان كنا نحكي هل أنا كولي أمر مضطر أتعلم مثلا كيف الطلاب بتعلم الطرح بصفوف الثلاث الأولى، هل أنا مضطر أتعلم مثلا كيف بدرس الجمع. صرنا أحيانا وخاصة يعني لأولياء الأمور دائما مهتمين بتميز أبنائهم، بنشعر إنه الأم بتدرس الدرس أولا بعدين بتبدأ بشرحه لأبنائها. فيمكن هذا التغيير الأساسي، لكن بالتأكيد أصبح هنالك شكل جديد لدور المعلم خلال التعلم عن بعد، وأصبح هنالك شكل جديد للدور المتوقع من أولياء الأمور خلال عملية التعلم عن بعد. لكن بالتأكيد لم تنقلب الأدوار ولم تتعارض ولم تتداخل، على العكس تماما. أنا أشعر أنه كلها صبت في مصلحة الطالب، وكثير من الدراسات والتقارير إذا جاز التعبير اللي صدرت بعد الجائحة تؤكد بأنه أبنائنا خلال التعلم عن بعد اكتسبوا مجموعة متنوعة جدا من المهارات الاجتماعية والمهارات الشخصية، مثل إدارة الوقت، التعلم الذاتي، الوصول لمصادر التعلم. فهذه كل الإيجابيات تخيلوا، يعني إحنا بطريقة يعني غير مدروسة يمكن أو يمكن غير مخطط لها بالأحرى، أنا كمعلم وأنا كولي أمر وصلوا أبنائي لهذه المرحلة من المهارات. فهذا من باب أدحى إنه أنا أعطي هذا الاهتمام لهذه العلاقة حتى أضمن استمرار هذه المهارات، وبالمناسبة أبني عليها حتى أسهل فيما بعد بناء علاقة أفضل مع المدرسة. السؤال الأخير للنقاش، كيف يمكن أن تزيد مشاركتك في تعلم أبنائك؟ يمكن هذا سؤال كيف دائما يتردد في أذهاننا. كيف أزيد من مشاركة أبنائي في التعلم؟ أنا صراحة كمان بدي أرجع للتعليقات، وأنا شاكر جدا للجميع لتفاعلهم وتواصلهم. صراحة في عدد إجابات يعني كبير ما شاء الله، فبنجرب بنجرب قدر المستطاع إنه إحنا نقرأ كلنا وكلها، وبعتذر إذا في أي إجابة أنا يعني ما مريت عليها، لكن إن شاء الله تعالى سيتم الرد عليها حتى بعد الجلسة. إذا مرة أخرى، كيف يمكن أن أزيد من مشاركتي في تعلم الأبناء؟ واحدة من الإجابات بحب أقرأها، هي مرتبطة بالسؤال السابق لكن مس رماح، أو يعني لا أعلم، هي الاسم رماح عندي. أصبح الأهل يسعوا لتطوير ذواتهم في الجانب التكنولوجي، وهو واحدة من التغييرات نعم اللي صارت، حتى أنا أضمن إنه أكون فاهم شو اللي بيصير في حياة ابني، صرت أنا بسعى دائما إني أطور نفسي. مس سناء تقول بأنه نحن كمعلمين سعينا قدر المستطاع لإشراك الأهل وإدماجهم تدريجيا في عملية التعلم. طبعا هذه الإجابات مرتبطة بالسؤال السابق، أنا بعتذر إني رجعت عنها بس لأنه العدد كبير. إذا سؤالنا، كيف يمكن أن تزيد مشاركتك في تعلم أبنائك؟ ما هي الأساليب؟ أعطوني أفكار بسيطة، قولي لي أنا كأم مثلا بقوم بواحد اثنين ثلاثة، ما هي الإجراءات تقوم فيها؟ خلينا نتشارك خبرات التعلم فيما بيننا. كيف يمكن أن أدمجهم؟ أنا بانتظار الإجابات، لازال البعض يعني يجيب على السؤال السابق. البيت مكمل للمدرسة، هذا واحد من الإجابات اللي جاءت على هذا السؤال. أيضا لا زال السؤال نفسه يتردد، كيف أدمج أبنائي وأنا أم عاملة؟ إن شاء الله أن النصائح التالية تكون مفيدة للأمهات. أم
كيف يمكن أن أدمج أبنائي؟ طب خلينا أبدأ أنا بمجموعة من النصائح لحد ما تنزل بقية الإجابات عنا. بداية بدي أطرح حقيقة، يمكن أنا بالبداية العرض حكيت لكم راح أحكي لكم إياها، لكن يعني أخذنا الوقت. في شيء في علم النفس عادة إحنا بنحب نشاركه مع أولياء الأمور، نقول بأنه منذ لحظة ولادة الطفل وخصوصا في الشهور الثمانية الأولى من عمر الطفل، هو يكون شيء مع الأهل يسمى التعلق. هو يكون رابطة نفسية غير مرئية غير ملموسة تسمى التعلق، يعني بما معناه هو يعي أو يدرك العالم من خلال الأم مينلي بشكل أساسي، أو مقدم الرعاية الأم أو الأب. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ الطفل بيكون عاجز عن إنه يأكل لحاله يشرب لحاله، كل ما يخصه، كل ما يخص بقائه على قيد الحياة بالأحرى أنا كولي أمر مسؤول عنه. فهذا الطفل فطريا يبدأ بأنه يشكل هذه العلاقة الانفعالية مع أولياء الأمور، تمام؟ فأنت تخيل يعني كون في ذهنك هذه الصورة، أنا ابني بنى رابطة معي وبنى علاقة قرب شديدة، أنت تخيلوا القرب ما بين علاقة الأم وطفلها أو الأب وأطفاله، أنا كونت هذه الرابطة. الآن كل ما بيكبر الطفل تبدأ استقلاليته، يعني لما بيبدأ يمشي بصير يبتعد عني أنا كأم، مثلا بالأول بيكون دائما بمحيط المكان اللي أنا جالسة فيه، فيما بعد بيبدأ ينتقل يبتعد أكثر، ممكن بيصيروا على غرفة ثانية وما إلى ذلك. الآن بجرب أوصله أنا من هذا المثال كإجابة على هذا السؤال، إنه ابني تدريجيا مع تقدمه في سنوات العمر يبدأ بالانفصال عني بشكل تدريجي، لكن على الرغم من ذلك هو لا يزال في المحيط حوالي، يعني أنا كأم شايفته متواصلة معه. الآن ما يحدث في حياة الطفل عند انتقاله من مدرسة أو من المنزل للمدرسة بزعزع علاقة التعلق. ماذا نقصد بأنه يزعزعها؟ هو لا يعني أنها تنهدم هذه العلاقة بالتأكيد، لا، وخصوصا إذا كانت الأم بتبني علاقة صحيحة مع ابنها، يعني بما معناه تنفصل عنه بطريقة تدريجية ودائما حسسها بالمحبة وبالأمان ودائما تشعره بأنه هي موجودة حتى تدعمه، وكذلك بالمناسبة الأب وليس فقط الأم. الآن بس تبدأ المدرسة هذا الطفل خرج من عالم كامل ومكون كل هاي الروابط الآمنة، هو مطمئن بس يجوع في حدا يطعميه، بس يتعب في حدا يعتني فيه، بده ينتقل لبيئة التعلم في معلم وغرفة صفية في عدد كبير من الطلبة قد يصل أحيانا لأربعين طالب. هذه العلاقة أصبحت تتطور وتأخذ أشكال أخرى، هذا التعلق بده يتعلق في مدرسته، بده يتعلق في معلمه وفي زملائه أو في رفاقه. فتخيلوا التنوع الاجتماعي والانفعالي اللي بده يعيش الطفل في هذه المرحلة. الآن إذا أنا كأم مرحلة ما بدأ ابني انتقل للمدرسة بصفوف الثلاث الأولى أو في أعمار أكبر، هلأ رح نحكي أكثر عنها، بدي أدرك بس الخبرة النفسية اللي عاشها الطفل، هو في كل هذا الأمان بعدين راح لبيئة جديدة. الآن دوري أنا كأم أبدأ بأمهد لانتقال سلس وتعلق سلس لمرحلة جديدة من عمره، يعني بدي أهيئه يبدأ يبني علاقة آمنة مع هذه المدرسة. أول شيء دائما 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 في بداية العلاقة مع المدرسة إني أنا أوصف المدرسة أو أوصف هذه الخبرة للطالب. بدي أكون في مع جل يعني في جلسة حوارية مع ابني أشرح له بالضبط إيش يعني مدرسة. أحياناً بس تروح على المدرسة بأول يوم صفوف الثلاث الأولى خصوصاً كمية الأصوات والبكاء اللي بنسمعه للأسف من الأطفال، هو مش جاهز لهذه الخبرة. فأول خطوة أنا بعملها عشان أزيد مشاركتي في بيئة التعلم مع طلابي أو مع أبنائي إني أنا باجي بشرح لهم شو يعني مدرسة. غرفة صفية، مكان نشوف فيه ناس جداد، مكان بدنا نتعلم فيه وما إلى ذلك. الآن يمكن حدا يجي يحكي لي طب هاي نصيحة للي ابنه صغير، أنا ابني كبير مثلا. انتقال الطفل من صفوف ثلاثة أولى للصف الرابع كمان مرحلة انتقالية، هو متعود على معلمة واحدة، الآن في الصف الرابع والخامس حسب نظام التعليم عندنا في الأردن بصير الطالب بتواصل مع أكثر من معلمة أو أكثر من معلم إذا كانت مدرسة ذكور، ف بطل بده يكون علاقة مع معلم، أصبح سيكون علاقة تعلق وارتباط بمجموعة من المعلمين بشخصيات مختلفة وباتجاهات مختلفة. فإذا أنا ما هيأت ابني لهذه المرحلة وتحدثت ووصلته لمرحلة النضج اللي هو لازم يوصلها خلال نقاشي معه، هذا سيشكل تهديد على بيئته النفسية أو على خلينا نحكي حالته النفسية. عشان هيك أحياناً قد تظهر بعد عمر صف رابع وخامس بعض المشكلات السلوكية عند الطلبة، لأنه بكل بساطة هو راح لبيئة مش كثير فاهمها. فأنا كولي أمر خطوة مشاركتي إني أتحدث معه عن بيئة التعلم قبل ما أنتقل معه للصف أو قبل ما يروح ولا المدرسة. أحياناً أنا بحاجة خطوة ثانية تطبيقية إني أنا أروح معه على المدرسة، إنه أنا أوصله سواء كان مشي سواء كان بسيارتي، المسافة قريبة المسافة بعيدة، أنا بحاجة أرافقه في هذه الخبرة، لأنه أنت فرج على الإحساس النفسي جوا ورايح لمكان مجهول بالنسبة له. فإذا ما شعر بالأمان بداية دخول المدرسة
رح يكون في نوع من الخوف أو الرهبة، قد تظهر على شكل انطواء وانسحاب، وقد تظهر على شكل عدوانية وقيام بعض السلوكات، لأنه هو رافض هذا الواقع، هو خايف منه، فهو يعبر عن خوفه بطريقة سلبية. الخطوة الثانية، وقد تكون يعني خلينا نحكي غريبة لدى البعض، بدي أسأل سؤال لأولياء الأمور، ويعني أنا لا أنتظر إجابته، أنا بتمنى الكل يتأمل فيه. هل أنت على معرفة بالنتاجات التي سيحققها ابنك في كل مرحلة عمرية؟ يعني بما معناه، هل أنت عارف ابني بس ينتهي من الصف الأول ما هي المهارات التي يتوقع أن يكتسبها؟ ابني لما يوصل لصف 9 و10 اللي هي المرحلة اللي بده يختار، هو أدبي ولا علمي ولا خلينا نحكي مهني أو ما إلى ذلك من الخيارات، هل أنا أعي تماماً ما هي الخبرات أو ما هي المهارات التي سيكتسبها ابني بحيث يكون جاهز يتخذ هذا القرار؟ بتمنى كلنا نفكر. طب بدي أجاوب السؤال أنه أنا ما بعرف، أنا كولية أمر ما بعرف شو هاي الأهداف، ما هي الطريقة التي يمكن أن أطلع بها؟ هي بكل بساطة طريقة بسيطة جدا، يعني إحنا موقع وزارة التربية والتعليم موقع ثري جدا بالمراجع وب يعني خلينا نحكي بمصادر التي تدعم أولياء الأمور أو المعلمين على حد سواء. إذا بس هيك عملت تصفح سريع خلينا نحكي لموقع وزارة التربية أو حتى عبر أي محرك بحث على الإنترنت، واسأل ما هي المهارات المتوقع أن يكتسبها طفلي في الصف العاشر مثلا، أو ما هي المهارات المتوقع أن يكتسبها الطالب في الصف الأول؟ هل متوقع ابني بس يخلص الصف الأول يكون بقرأ كتاب كامل؟ هل متوقع يكون بقرأ صفحة؟ هل متوقع يكون بقرأ فقرة؟ اطلاعك على نتائج التعلم واحدة من الخطوات اللي جدا مهمة في اندماجك مع المدرسة وبناء علاقة اندماج وليست علاقة تشارك. الآن دور المعلم، أحيانا يمكن المعلم ممكن بكل بساطة يشارك لستة الأهداف مع طلابه من بداية السنة مع المعلم مع أولياء الأمور إذا كان مثلا في بينهم جروب واتساب. أحيانا ممكن إنه أولياء الأمور يطلعوا على موقع إنترنت زي ما حكينا. في بعض الأحيان ممكن إني أجري مثلا اتصال مع حدا متخصص، زميلتي مثلا معلمة في العمل، جارتي معلمة، أختي، أخوي، ما إلى ذلك. لكن احرص قدر المستطاع أن تكون على وعي بماذا سيتعلم ابني حتى أكون قادر على أني أقدم الدعم المناسب له. خلينا نرجع شوي للإجابات اللي عم توصلنا. مس ليلى عم تحكي لنا يعني معلومة جدا مهمة، تقول الإطار العام للمناهج، شكرا جزيلا. نعم، هو يعني في ملف يسمى الإطار العام للمناهج، هو منشور بالمناسبة على موقع وزارة التربية والتعليم، ملف جدا بسيط جدا واضح، مقسم لمراحل عمرية ومقسم لصفوف. مجرد ما أضغط أنا على الملف يفتح عندي، بروح على المرحلة مثلا ابني في الصف الخامس، بروح على النتاجات الخاصة بالصف الخامس بكل مادة، بالعربي، بالرياضيات. بالمناسبة أنا بتمنى تأخذ النصيحة ببساطتها، يعني بما معناه الهدف مش إني أرهق نفسي وأحفظ النتاجات، الهدف أن أكون واعي ماذا سيتعلم ابني حتى تنتهي ما تنتهي السنة الدراسية أكون قادر أحدد هل فعلا ابني وصل للتارجت اللي بده يوصله، وصل للهدف اللي بده يوصله. وشيء ثاني مهم جدا أو نصيحة ثالثة هي بالأحرى بس مرتبطة بهذا الجانب، أول سؤال بس تروح الأم على المدرسة بتسأله للمعلمة، وبدي أستخدمه بالعامية، كيف ابني؟ شو بيعمل بالمدرسة ابني؟ يمكن هذا السؤال يعني جدا متعارف عليه. نصيحتي للأهل لا تسأل هذا السؤال، يعني حاول قدر المستطاع تتجنبه لأنه سؤال عام جدا وغير محدد، ويمكن بدك تخلي بذهنك أنه المعلم قد يتابع أعداد كبيرة من الطلبة، فيمكن أنا بحاجة أعطي للمعلم صورة مختصرة عن ابني في بداية الحوار، أنه مرحبا معك فلان الفلاني، أنا أم الطالب كذا بالصف كذا، عندي سؤال مرتبط بأداء ابني في مادة اللغة العربية مثلا، شعرت أنه ما عنده قدرة على حفظ الأناشيد اللي تعطى. فأنا باجي كولية أمر على المدرسة وأنا عندي سؤال محدد جدا حتى على مستوى السلوك، ممكن أنا آجي بمجموعة من المشاهدات للمعلمة أو للمرشدة أحكي لها أنه أنا لاحظت مثلا في الفترة الأخيرة من دوام ابني بالمدرسة بظهر عنده سلوك معين، بيقضي أغلب وقته مثلا بالغرفة ما بطلع برا، بشعر أنه هو عنده حماس هيك في المدرسة، إيش بتعمل أنتو كل يوم بصحى متحمس بدي أروح على المدرسة؟ فأنا بجرب لما بروح على المدرسة بسأل سؤال محدد. الآن اطلاعي على خطة التعلم اللي بيشتغل عليها المعلم واطلاعي على نتاجات التعلم تساهم كثيرا في أني أطرح السؤال الصحيح على المدرسة عند زيارتها. معلش أنا بدي أرجع على الإجابات لأنه يعني كثيرة ما بدي أعمل إجابة ولا حدا. مثل ليلى تقول يجب أن يهتم أولياء الأمور بمجتمعات التعلم التي تقوم بها المدرسة بداية العام الدراسي.
ويجب أن تساعد المدرسة أولياء الأمور على كيفية الوصول للإطار العام للمناهج وكيف يمكن أن يقرأ هذه النتاجات. شكرا جزيلا. نعم، قد يكون المدرسة هي المصدر الأكثر ثقة أو أكثر موثوقية لأولياء الأمور، ممكن هم يشاركوا الملف عبر، خلينا نحكي، مجموعات الواتساب، ممكن ينشروه. الآن أغلب المدارس عندها صفحات على الفيسبوك، ممكن من بداية العام نشارك هذا الملف عبر الصفحة. أيضا مس تغريد يعني عندها ملاحظة جدا مهمة، وهي كانت من النصائح اللي بدنا نحكي عنها. الخطة الأسبوعية أو التقارير الأسبوعية ترفد الأهل بما سيحقق أو ماذا سيتحقق من نتاجات. وبالمناسبة أنا جدا سعيدة بمس تغريد بهذا المستوى من الوعي. الآن أحيانا بالمدارس الخاصة يمكن أكثر منتشرة بنشارك الخطة الأسبوعية. الآن من التوجهات الجميلة اللي أصبحت أكثر بشعور المعلمين بكل المدارس على اختلاف خلينا نحكي المجال الموجود فيه، تحاول جاهدة أن تشارك الخطة الأسبوعية مع الطلبة. واحدة من النصائح الإجرائية اللي بتمنى نجرب نطبقها مع طلابنا مع بداية العام الدراسي، بدنا نروح نشتري دفاتر تقريبا احنا كلنا للمدرسة هذا الأسبوع، نشتري دفتر زيادة صغير جدا، ممكن يكون هيك دفتر نوتس صغير أو ممكن يكون أي دفتر عادي. لو ما كانت المدرسة تعطي الطالب مذكرة أسبوعية أو خطة أسبوعية، أبدأ بإني أدرب ابني على إنه يكتب ماذا تعلم اليوم، فقط جملة واحدة، وحتى لو كانت الإملاء خاطئة لا بأس، خاصة إذا بأعمار صغيرة. والشيء الثاني، ماذا سنتعلم غدا؟ قد يكون فقط كتابة عنوان الدرس. الآن بالمقابل كمعلمين، نصيحتي لكم للمتابعين من المعلمين، ممكن بكل بساطة أنت في نهاية اليوم خصص جزء من السبورة، خط صغير اكتب سنتعلم غدا، واكتب مثلا عنوان الدرس أو سنكتسب غدا كذا. فأنا باجي فقط بعطي للأهل ماذا سيتعلم أبنائهم غدا، فبشارك معهم خطتي بطريقة غير مباشرة. يعني أحيانا بعض الإجراءات ممكن تتم بطريقة بسيطة، مش بحاجة أطبع خطة وأتكلف وأصور ما إلى ذلك، لا، أنا ممكن بكل بساطة أكتب هدفي لليوم التالي، أكتب النشاط لليوم التالي على جنب السبورة، وأطلب من الطلاب يرجعوا ينقلوا أو ينسخوا على دفاترهم الخاصة بالملاحظات. هذا ما تتخيلوا إلى أي مدى رح يبني جسر من التواصل. وهذا بالمناسبة واحدة من الطرق لزميلاتنا اللي كانوا بيحكوا أنا كولية أمر وأم عاملة كيف يمكن أن أزيد من مشاركتي مع أبنائي. نرجع ونؤكد أنه إحنا كأولياء أمور في الاندماج لا نتحدث عن عدد زيارات أكثر، نتحدث عن فهم لطبيعة الأدوار، نتحدث عن مشاركة انفعالية. سنعود للاندماج الانفعالي مرة أخرى، أنا أعي تماما ما يحدث في حياة ابني، بما معناه أنا مطلعة على كل التفاصيل المرتبطة في تعلمه في داخل مدرسته حتى ولئن لم أظهر. في بعض المقالات باللغة الإنجليزية واحدة من النصائح كانت تحكيها هي parents voice أو صوت أولياء الأمور، بما معناه أنا كولي أمر يكون صوتي واضح. أحيانا قد تكون المبادرة مني أنا كولي أمر، ببادر وروح ببدأ بنشاط بقترحه، ممكن يكون نشاط خيري مثلا مع بداية الشتاء، ممكن يكون نشاط تعليمي. احنا حاليا مثلا بفترة الجائحة بداية الفصل الثاني احنا عارفين انه الحالات زادت، فممكن انا كولي امر اروح على المدرسة بكمامات وارجع اكد على التعليمات للصغار او للطلاب بالمدرسة. ممكن انا ادرب ابني اذا ما عندي قدرة على الحضور خلال عطلتي الاسبوعية، ادربه على مجموعة من الاجراءات هو يتبعها وينمذجها لزملائه بالغرفة الصفية. فنرجع ونأكد انه حضوري لا يعني الحضور الفعلي في داخل المدرسة. بالتأكيد كل ما زاد حضوري وكل ما كان اكيد ظهوري بالمدرسة واضح وتواصلي هذا شيء ممتاز وجيد جدا، لكن احنا بنعرف انه احيانا قد لا تكون الظروف مواتية، انه انا مثلا شهريا بروح بزور المدرسة او خلال الفصل. لكن على الرغم من ذلك نتمنى من اولياء الامور ان لا يمضي العام الدراسي الا وانا على الاقل زرت المدرسة من 3 لـ4 مرات في كل فصل مرتين، وتكون زيارتي مرتبطة مش بمشكلة سلوكية عند الطالب ولا اني اسال كيف ابني، بقدر ما انه انا اروح وانا عندي فكرة معينة أطبقها في داخل المدرسة، أروح كمان على المدرسة وأنا عندي سؤال محدد وواضح، أعي تماما ابني أين يصل الآن في تعلمه، ما هي الدروس التي يأخذها في المدرسة، حتى أسأل أسئلة جدا محددة في هذا المجال. أخذ كمان أسئلة من الحضور لأنه اسم الله المشاركات كثيرة. المدرسة هي مركز تحفيز الأهالي للمتابعة من خلال التخطيط وسير عطاء الأسبوع، مستناة بتحكي لنا. الأستاذ نبيل كمان عنده فكرة جدا جميلة، يقول الرسالة الإخبارية الأسبوعية للأهل. برجع وبحكي كلنا تقريبا صار عندنا فيسبوك، كلنا بنتابع الفيسبوك يوميا يمكن ساعة أو ساعتين. أنا ممكن كمدرسة أعمل بوست بشكل أسبوعي بأنشطتي، فتخيل مستوى التفاعل بيكون من أولياء الأمور، لأنه إحنا هواتفنا في إيدنا طول الوقت. هذا جدا بيساهم إنه الناس تعرف أكثر ماذا يحدث في داخل المدرسة.
أم عبد الرحمن تقول المشارك المستريم من رفيقات أولياء الأمور أو المعلمين بالتأكيد 100%. مس يسرى بتحكي تثقيف تكنولوجيا ووعي بالمهارات الرقمية. أنا كمدرسة أنظم هذا الشيء بشكل دوري حتى نواجه كلنا الأشكاليات أو نحكي التحديات المرتبطة باستخدام أبنائنا للتكنولوجيا. مس ختام تحكي أحياناً أشارك بإعداد الوسائل التعليمية لتشجيع ابني وهو شيء ممتاز جداً صراحة على بساطة الفكرة، لكنها تحقق هدفين. أول شيء المتعة بالتعلم ويشعر ابني انه انا مهتمه جدا، خاصه للام العامله. يمكن انت ما عندك مجال تروحي على المدرسه، لكن مثلا خلال يوم الجمعه لو اعطيت نفسي 30 دقيقه اعمل معاه وسيله تعليميه، نرسم، نكتب اي شيء، حتى لو كان بخط ايدي، حتى ولو ما تكلفت فيه، وارسله مع ابني. الان الوقت اللي انا قضيته هذا بسميه جوده التعلم، هو لا يعنيني 30 او 40 دقيقه، لكن انا دخلت مع ابني في حوار، في تعلم وفي مشاركه، في اندماج وفي متعه. فبنرجع للاندماج، هو يحمل جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب انفعالي. معرفي انا تعلمت معاه الاشي اللي بدي اعمل عليه الوسيله التعليميه، سلوكي انا شاركته، انتجت معه الوسيله التعليميه وخليته هو يكتب ويشارك فيها حتى اطور الاستقلاليه. انفعالي انا وياه حكينا، ضحكنا، رسمنا، تغلبت وغلبني ما الى ذلك. كل هذا الجانب الانفعالي انا شاركته فقط في هذه المهمه اللي انا قمت بادائها مع ابني. مس يسرى بتحكي احيانا قد يساهم الاولياء الامور في جانب مادي من حيث توفير بعض الادوات او الوسائل. نعم لا باس بالتاكيد اذا كان هذا الشيء يسمح، او على الاقل خلينا نحكي وفروا بعض الوسائل زي ما حكينا اللي بتدعم تعلم الطلبه. ايضا في مس عهود بتحكي لنا ملاحظة جميلة، تقول نشعر أن الاهتمام بالفئة العمرية الصغيرة، لكن الواقع يستدعي أنه أنا كولي أمر يكون حضوري متكرر للمدرسة، وأحيانا في الفئات العمرية الأعلى أستدعي ولي الأمر أكثر من مرة للمدرسة ولا يحضر. يمكن هذا اللي احنا بنحكي فيه من بداية العام، انه انا اشارك خطتي دائما، اجرب كمدرسة وكأولياء امور ما يكون تواصلي فقط لحل مشكلة معينة بقدر ما يكون تواصلي من بداية العام. انا دائما بآمن، ما بعرف هذه واحدة من فلسفات في التعليم، احيانا جدا انا اقوم بمجموعة بسلسلة طويلة من السلوكات او من الاجراءات الوقائية قبل ان اصل للمشكلة دائما. لذلك يمكن احنا بداية الفصل الثاني يمكن اقتربت جدا، بعض النصائح اللي احنا طرحناها في هذه الجلسة، وبالتأكيد في بالملاحظات وبالتعليقات كمية كبيرة من الاستراتيجيات والأفكار المطروحة، أنا بدي أجرب كولي أمر أجرب لو سلوك واحد، أطبق فكرة واحدة فقط طول الفصل الثاني. أنا مش مع أنت كمعلم تطبق أفكار كثير، طبق فكرة واحدة فقط، تشارك نشاط، تشارك وسيلة، تبعت مشاركة عبر جروب الواتساب الخاص بالمعلم، تحضر مع ابنك للمدرسة مرة واحدة، لكن الإجراء الوحيد الثابت المتوقع من الأهل أداؤه هو وجود محادثة يومية مع الطالب عما يحدث في داخل المدرسة. نرجع وبنعود لرابط التعلق، إذا أنا ما أعطيت ابني الأمان الكافي حتى يعبر عما يحدث في داخل المدرسة، سينحصر دوري بإني أنا فقط بشارك لما بصير في إشكالية أو لما في اجتماع أولياء أمور أو لما بدي أستلم شهادة. أبداً الحوار اليومي أنا بسأله شو صار معك بالمدرسة؟ شو تعلمت اليوم؟ ما بطرح السؤال وبس بس بسكت، بالعكس بدي أطرح السؤال، بدي أستمع للإجابة للنهاية وبدي أرد على هذه الإجابة، لأنه الاهتمام مرة أخرى هو الذي يخلق توجه إيجابي عند الطفل أو عند الطالب تجاه المدرسة. مرة أخرى من التحديات دائما نتحدث عنها، ابني فاقد الدافعية ما بده يروح على المدرسة، من يخلق هذا الاهتمام وهذه الدافعية هو الاهتمام مني أنا كأم. إذا أظهرت كل هذا الاهتمام وكنت نموذج، ابني بالتأكيد سيظهر هذا الاهتمام وهذه الدافعية نحو المدرسة. مس أمجاد تحكينا من المفيد وجود مجلس الآباء والمعلمين حيث يتم تبادل الأفكار. نعم، والآن من لحسن الحظ أصبحت الوسائل التكنولوجية تسهل جدا عقد أي اجتماع أولياء أمور. أنا ممكن ما أحضر وجهيا للمدرسة، ممكن عبر زوم. كل مرحلة عمرية مثلا كل أولياء الأمور للصف العاشر نعمل مرة واحدة في الأسبوع، الأسبوع الذي يلي للصف التاسع وما إلى ذلك. فيمكن أنا بشعر إحنا كأمهات عاملات الحلول اللي أصبحت موجودة عندنا كثيرة جدا، والبدائل التكنولوجية أصبحت كثيرة جدا، فأشعر إنه الاندماج أصبح أسهل، لأنه أنا الحضور اللي خلينا نحكي المادي إلى المدرسة توفر عنه الكثير من البدائل. أيضا أم عمر أو أم ركان آسف تقول قضاء وقت نوعي، شكرا جدا على الكلمة، وقت نوعي، ربع ساعة أنا مشاركة بكل حواسي ومندمجة مع ابني وبتحدث عن المدرسة أفضل كثيرا من ساعة كاملة من الحوار
هو بيحكي لي شو تعلم اليوم وأنا هيك بستمعه بدون إنصات. فنتحدث عن الوقت النوعي، شكرا، هي فكرة جدا مهمة. المجلس المدرسي، مشاركة الأهل في بعض الحصص، وهذه فكرة ممتازة إذا كان مثلا ولي الأمر طبيب، إذا كان شرطي، إذا كان خلينا نحكي عامل نظافة، أي مهنة معينة ممكن بكل بساطة يجي على المدرسة ويشارك ويتحدث عن مهنته ويشارك معلومات مرتبطة في العمل اللي بيقوم فيه. هو حقق المشاركة والاندماج في عملية التعلم وخلق قيم إيجابية عن علاقة المدرسة بأولياء الأمور. أيضا مس سحر تقول التأمل، أن أبدأ بتدريب طفلي على التأمل حول ما حصل في يومه. شكرا جزيلا، وهي جدا مهم النقطة. أنا مش بس بسمع، بسأله طب ليش صار هيك، طب لو أنت مثلا حطيت بهذا الموقف اللي صار مع زميلك هل ممكن تتصرف بطريقة مختلفة. فطرح السؤال مع على الطفل خلال نقاشه عن نقاشنا معه عن المدرسة جدا مهم في مساهمة أنه أنا أبني علاقة فيها اندماج مع المدرسة. أيضا نتحدث عن دور مدير المدرسة في إنشاء ورش عمل. نعم، يعني قائد المدرسة والمرشد التربوي أصبحت أدوارهم الآن مختلفة تماما، أصبحوا مصدر الدعم الأساسي في الجانب النفسي وفي الجانب المعنوي في المدرسة. لذلك كل ما كان المدير منخرط أصلا ومندمج مع أولياء الأمور هذا يساهم بالتأكيد في مشاركة فاعلة. خلينا نمشي كمان بشكل سريع على بعض النصائح يمكن إحنا غطيناها خلال نقاشنا. تحدثنا بداية عن صوت الأهل، حكينا صوت الأهل يعني أنه أنا صوتي واضح في عملية التعليم، أنا متواجد، قد أحضر ماديا على المدرسة أو جسديا وأزور المدرسة في فترات مختلفة، وقد يكون حضور افتراضي وأصبح أسهل الآن. الشيء المهم اللي بس بحب أحكي في هذه النقطة أن يكون لدى الأهل روتين ثابت. يعني بما معناه إذا كان أنت كمعلم ظروفك تسمح، أو أنت آسف كولي أمر ظروفك تسمح تزور المدرسة مرة واحدة في الفصل لا بأس، لكن يجب أن تضع روتين ويبقى ثابت. يعني يظل الطفل أو الطالب عارف أنه ولي أمره رح يجي على المدرسة. وبالمناسبة الأبناء بيكونوا سعداء جدا بزيارة الوالدين للمدرسة، بيشعر أنه في اهتمام معين بأخذه في المدرسة. إذا كان الطالب يعني خلينا نحكي ذو تحصيل مرتفع أو طالب مجتهد بالمدرسة، ذكي أو شاطر في مدرسته، بيشعر بالسعادة أنه أنا أهلي إجوا على المدرسة، فبالتالي رح يسمعوا تغذية راجعة جدا جميلة من المعلمين وأنا محبوب من المعلمين، فهذا جدا بحفزه يتعلم. بالمقابل الطالب الضعيف أو التحصيل المتدني واللي عنده إشكاليات، حضور ولي الأمر على المدرسة وتخصيص وقت لابنه يعطي الطالب رسالة غير مباشرة أنه أنا أهلي مهتمين، ببحثوا عن حل للشيء اللي بيعاني منه، فهذا جدا بيحفز التخلص من هذه الإشكاليات. التواصل عبر الطالب خاصة في المراحل العمرية الأكبر، يمكن أنا كولي أمر ببدأ أتواصل مع مدرسة ابني من خلال ابني، قد يكون عبر بعت بطاقة عليها مقترح معين أو سؤال معين مثلا أو فكرة معينة، أحيانا قد يكون عبارة عن خلينا نحكي نشاط معين بصممه لابني بدربه يروح يطبقه إذا أنا ما عندي قدرة على الحضور. أحيانا كمان بستمع ل رأي ابني بالمدرسة وبناقشه في هذا الرأي. يعني بما معناه أنه أنا بأخذ الشيء اللي بعطيني إياه ابني إلى حد ما، ما بدي أحكي مسلم فيه، لكن بعطيه الثقة الكافية أنه يعبر بحرية تامة عن مدرسته، سواء في الجانب الإيجابي أو في الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. هذا الاهتمام في الاستماع والبناء على أفكار الطلبة يساهم بصورة كبيرة جدا. إذا أنا كولي أمر ما عندي إمكانية للحضور المستمر على المدرسة، أضل مطلع على مدرسة ابني وعارف اللي بيصير فيها بطريقة غير مباشرة أو من خلاله هو. النصيحة الثالثة، الحقيبة المرتبة. صراحة أنا فكرت كثير كيف بدي أعرض هاي الفكرة، معلش أنا إجاني تعليق. الأستاذ هاني يقول، معلش بدي أرجع لنقطة بعد هذا التعليق، من المهم أن تكون زيارة أولياء الأمور داعمة وليست للمراجعة في التقصير والمشاكل. شكرا جزيلا أستاذ هاني، وهي نقطة جدا مهمة بالتأكيد. أنا كولي أمر يمكن ناقشنا هاي النقطة مسبقا، دائما دائما إذا شعرت بأهمية دور المعلم، وأنا برجع بحكي إجت الجائحة وخلتنا يصير عنا تعاطف وفاهمين دور المعلم ومدركين المجهود الذي يبذله، إذا شعرت بهذا التعاطف حتى لو كان في أي تقصير أو أي إشكالية، حتى تعبيري عن هذه الإشكالية الأصل أن يكون بطريقة إيجابية داعم للمعلم فيها، شكر على المجهود الذي يقدمه، ولكن بالمقابل بحاول أنا وياه نوصل لحل مشترك. لذلك واحدة من الاستراتيجيات جدا فعالة أن نصل لحل مشترك، مش أنا كولية أمر أقرر الحل لحالي وأطبقه مع ابني، ولا كمعلم أقرر الحل لحالي وأطبقه، على العكس كل ما كان الحل تشاركي كل ما فعلا وصلنا لمرحلة عالية من الاندماج. نرجع لفكرة الحقيبة المرتبة، الآن فكرتها بكل بساطة
الحقيبة، حقيبة ابني اللي بتروح على المدرسة كل يوم، تعطي انطباع عن طبيعة علاقتي معه. الآن أنا كولي أمر، واحدة من طرق الاندماج قد تستغربه وتعطي مؤشر للمعلم هي الحقيبة اللي بيحملها ابني للمدرسة. أنا على الأقل كأم، كالحد الأدنى، أنا بدي أحكي والأصل يوميا، الحد الأدنى من مرتين لثلاث مرات أطلع على حقيبة ابني. أحيانا بعض الطلبة بيروح للمدرسة وحامل كل الكتب، طب إحنا عندنا جدول يومي، يعني أنا كمعلم برسل جدول يومي لأولياء الأمور. الآن جزء من اهتمامي واندماجي عن جد في تعلم ابني، الحد الأدنى اللي ممكن أقوم فيه إنه أنا كل يوم بفتح حقيبته، بتأكد أكل سندويشته ولا لا، بتأكد صرف مصروفه ولا لا، بتأكد إنه الأشياء الموجودة في الحقيبة أغراضه، ممكن يكون ابني خد شيء من زميله، فهذا بعطيني مؤشر مثلا انه في عند ابني مشكله سلوكيه. فتخيلوا على بساطه هذه الفكره، لكنها تعطي مؤشر جدا قوي للطفل انه الام مهتمه. وبالمناسبه حتى الطالب، يعني يمكن بضل احكي طفل لانه انا يعني اكثر متعوده على صفوف ثلاثه اولى، لكن على الرغم من ذلك ابنائنا حتى سن 18 في المدرسه هم اطفال. مشاركتي او اطلاعي على حقيبه ابني يوميا هذا نوع من الاهتمام وخطوه اولى في عمليه الاندماج او المشاركه في تعلم الابناء. بتأكد إنه بيرتب على الجدول، بتأكد إنه الأشياء اللي أخذها معه على المدرسة ما بترجع وبتروح كل يوم. فالحقيبة المرتبة هي واحدة من الاستراتيجيات اللي جدا بسيطة. ويمكن الشيء الجيد لما بيكون في أكثر من أخ في المنزل ممكن يقوم بهاي المهمة الأخ الأكبر، مثلا ابني بصف ثالث وأخوه بصف عاشر مثلا، فممكن يساعد ترتيب الحقيبة وأنا بعدين أسأله رتبت مثلا الحقيبة، شعرت في شيء خطأ في الحقيبة، هل ماكل سندويشته وما إلى ذلك. فأنا بس هو إجراء بسيط جدا لكنه فعال جدا. بالتأكيد الاستماع الفعال، يعني هذه نقطة يمكن لا نناقشها كثيرا لأنها نصيحة أبدية، استمع لابنك باهتمام، واستمع بالمناسبة للمعلم باهتمام وبإصغاء، وحاول أن تكون تستمع لتبني الأفكار بما معناه وتبني أو تأخذ إجراء إيجابي أكثر من أن تبحث عن معالجة مشكلة. كل ما بدأنا بداية إيجابية من بداية السنة، كل ما ضمننا نهاية إيجابية ونجاح لأبنائنا. البدائل الإيجابية، هذه نصيحة يمكن عامة إلى علاقة بهذا الموضوع أو إلى علاقة بأي شيء آخر في تعاملي مع أبنائي. دائما إذا كان في شيء مش صحيح في علاقتي مع المدرسة أو ابني بالأحرى بيظهر مشاكل سلوكية في مدرسته، دائما يجب أن أطرح بدائل علاجية إيجابية. دائما بدي أحاول أعطي ابني سلوك صحيح مكان السلوك الخاطئ، دائما بدي أحاول أعطيه التصرف الأنسب عن التصرف اللي هو قام فيه، لأنه أحيانا بعض الأطفال أو بعض الطلبة يقوم بتصرف خاطئ اتجاه معلمه، اتجاه مديره، اتجاه مرشده، اتجاه زملائه في الغرفة الصفية، لأنه بكل بساطة وأجعل المدرسة يحمل هذا السلوك، ما في حدا علمه بديل آخر. فأنا كولي أمر من باب أولى بدرب أبنائي على البدائل الإيجابية والبدائل الصحيحة حتى يكونوا هم فيما بعد عيني في داخل المدرسة. شو مقصود في عيني؟ اللي هم خلينا نحكي اللي بيساعدوني أفهم عملية التعلم وماذا يحدث في داخل المدرسة، حتى لو ما كنت قادر أحضر بشكل دوري هم بيكونوا عم بعطوني صورة واضحة عن مدرستهم. هذا بالنسبة لهذه النصائح. ما بعرف إذا ضل أي سؤال أو أي استفسار. يمكن السؤال الأخير أنا عندي بدي أسألكم إياه، أنت كولي أمر ماذا تفعل فعلياً يومياً؟ أنت اسأل هيك حالك هذا السؤال وتأمل، ما هو الإجراء الذي أقوم فيه حتى أكون جزء من نجاح ابني في الحياة؟ ونحن نعلم أن المدرسة حتمية يجب أن يمر الطلبة بمرحلة التعلم، كيف أكون أنا سبب في نجاح أبنائي؟ ماذا أفعل؟ بدي كل حدا منكم يعطيني إجراء واحد إذا سمحتوا في التعليقات، وبرجع وأكرر اعتذاري، التعليقات كثيرة جداً فلم أتمكن من الرد على جميع الأسئلة، لكن بالتأكيد يعني سنمر عليها. أنا تبقى معي فقط 3 دقائق. ف في واحدة من التعليقات مس منال بتحكي لابد من إيجاد بدائل إذا رفض الطالب السلوك الخاطئ، نعم يعني أو إذا قام الابن بسلوك خاطئ، نعم هي بالمناسبة استراتيجية فعالة. استراتيجية إنه ابنك يكون معاه دفتر يكتب الخطة حتى لو المعلم ما أعطاه، جربوها بس مع بداية هذا الفصل وفيما بعد احكونا شو بطلع معاكم. استراتيجية الحقيبة المرتبة، جرب بكل أسبوع أعطي لابنك يومين أنت ترتب له حقيبته وتحط أنت وياه الجدول. استراتيجية بناء وسيلة تعليمية قائمة على خلينا نحكي على المرح مع ابني، لو مرة واحدة في الفصل نجرب، هي معنا الفصل الثاني فرصة نجرب. وأنا مع كولي أمر ما ترهق نفسك في أفكار كثير، يعني نتمنى طبعا نحن نكون حققنا الفائدة في هذه الجلسة. جرب ابدا بخطوات بسيطه. احيانا لما ابدا انا بتحمس كمعلم او كولي امر بدي اطبق كل الافكار اللي تعلمتها، يشكل ضغط علي فببدا متحمس وفيما بعد تفتر دافعيتي. فقط النصيحه لكم ابدا باجراء واحد فقط
جرب استراتيجية واحدة والمس أثرها، فيما بعد أنت لحالك راح تتحفز وتشعر إنه أنا بدي أعمل أكثر وقادر على أني أدي أكثر. مسألة بتحكي لنا الحوار المستمر عما يحدث داخل المدرسة، هذا إجراء الدائم مع أبنائي. مسندة تقول أفضل طريقة لاندماج الأهل مع المدرسة هي الطالب نفسه، فهي ترى أنه ابنها أو أطفالها أو الطالبة هو مصدر هذا الاندماج. مس شيرين تقول الدعم النفسي المستمر لأبنائي، هذه هي الاستراتيجية تتبعها، وأنا سعيدة جدا أن الناس أصبحت تألف هذه المصطلحات، وسعيدة أنه أصبح الجانب النفسي شيء أساسي. مس ليلى تقول ملاحظة صراحة يعني أنا سعيدة جدا فيها، تقدير إنجازات ابني مهما كانت بسيطة وتحفيزه بشكل دائم، فعلا طلع على أبسط إنجاز بنجزه ابنك، ما تتخيل التغير السحري اللي بيصير في سلوكه، وهو بيصير هو مصدر بيتحفز إنه أنت تيجي على المدرسة وتعرف أكثر لأنه يؤدي بشكل أفضل في كل مرة. السؤال دائم مسعلة بتحكي لنا كيف مضى اليوم المدرسي، ونتأمل ما هي الأشياء الجميلة والأشياء المزعجة. بعتذر على كل الإجابات اللي أنا ما قرأتها أو اللي ما رددتها، بتمنى تكون المحاضرة ممتعة للجميع، بتمنى أن أكون يعني حققت الفائدة. واحدة من الكوتس أو العبارات اللي لفتت انتباهي وأنا بحضر لهذه الجلسة، عندما يتشارك المعلمين وأولياء الأمور الجميع ينجح، وهو صدقا حقيقة صراحة مثبتة. إذا أنا والمعلم كنا فريق، أنا كأم وكأب كنا فريق مع المدرسة، الفائز الأخير هو ابني، وإحنا دائما في حياتنا نسعى أن يكون أبنائنا أفضل شيء وأحسن حدا في الحياة زي ما إحنا بنحكي بالعامية. فخلينا نجد مدخل للاندماج في تعلمهم حتى فعلا نضمن نجاحهم في الحياة وكون هو الفائز الأخير، ونتذكر الحقيقة اللي بدأنا فيها جلستنا، اندماجي مع مدرسة ابني تزيد من عمر تعلمه 3 سنوات، يعني وكأني طولت عمر ابني 3 سنوات. كنت سعيدة جدا باللقاء معكم، وبعتذر مرة أخرى عن أي إجابة لم أقرأها، وبتمنى أن تكون الجلسة حققت الفائدة المطلوبة، وتصبحوا على خير ويعطيكم ألف عافية.